كل التحية والتقدير ليك كابتننا الكابتن أيمن شوقي، والتحية أيضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. ويا رب النهاردة تكون فرحة للشعب المصري بالكامل كالعادة. النادي الأهلي هو مصدر السعادة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة الكل متكاتف، الكل على قلب رجل واحد، مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية. النادي الأهلي والرجاء في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحضيرات على أعلى مستوى كالعادة بالنسبة طبعا للجهاز الفني وعلى الجانب الإداري لحضور الجمهور ومجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقه برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي بيقوم بدور كبير جدا جدا عشان نقدر نشوف المشهد الرائع والمتميز، وهو جمهور النادي الاهلي بالكثافه الكبيره جدا اللي بتبقى ليها مفعول السحر الحقيقه مع لاعبي النادي الاهلي. اجواء عظيمه جدا رغم التحضيرات الفنيه والنفسيه والذهنيه، لكن دور الجمهور بيكون عظيم. عشان كده النهارده ثقتنا كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي، الكثافه الكبيره جدا اللي احنا منتظرينها 50,000 ان شاء الله باذن الله النهارده يكونوا هم سر المكسب بالهتاف والمؤازره والحماس والتشجيع المنتظر من جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحضيرات كالعاده على اعلى مستوى، مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي والاستاف بالكامل الحقيقه، الجهاز الفني بالكامل، الكل بيقوم بدوره كابتن ايمن. عشان كده النجاح بينسب للكل، فان شاء الله باذن الله التحضيرات اللي فاتت، الايام اللي فاتت، التدريبات، محاضرات، الجلسات الفرديه والثنائيه والجماعيه مع الجهاز الفني واللاعبين تكون ليها مردود كبير جدا. ولو بنتكلم على الجلسات الحقيقه دور اللاعبين الكبار المهم جدا، عندنا خبرات كبيره جدا كابتن ايمن، معلول، السليه، الشناوي، محمد هاني ايضا كمان، رامي ربيعه، ايمن اشرف، كل اللعيبه دي الحقيقه بتبقى حريصه بشكل كبير قبل المواجهات الصعبه وتحديدا كمان في البطوله الافريقيه. بيكون جلسات مع الكل، الكل بياكد لابد يكون قلبك على قلب زميلك، اي حد يكون متواجد لابد يكون بروحه وعقله مع فريق النادي الاهلي. المصلحه هي النادي الاهلي، المصلحه هي ان احنا كل جمهور النادي الاهلي يرجع سعيد ويرجع يهتف للنادي الاهلي. عشان كده اللي هيكون متواجد النهارده زي اللي هيكون قاعد على الدكه، وايضا كمان اللي هيكون خارج القائمه، الكل على قلب رجل واحد. عشان كده ان شاء الله ربنا يكافئ لعيبه النادي الاهلي، يكافئ ايضا كمان مستر مارسيل كولر اللي بنتمنى النهارده ان شاء الله باذن الله اختياره يكون موفق جدا جدا في التشكيل. الإدارة الفنية الممتازة من خارج الخطوط منتظرينها تغييرات تقسيم المباراة، كل الأمور دي الحقيقة ثقتنا كبيرة جدا في الجهاز الفني. عشان احنا بنشوف يا كابتن أيمن انت عارف التدريبات، التحضيرات، ويمكن الجلسات المستمرة، وأيضا كمان التكتيك الحقيقة اللي الراجل بيحاول ان هو يكون في قراءة فنية مستمرة لكل صغيرة وكبيرة. انت عارف يعني توالي المباريات في بطولة الدوري العام والبطولة الأفريقية الدور بيكون كبير جدا الحقيقة لياسين المكاري لمحلل الأداء، لهالاند أيضا، هارالد أيضا كمان المدرب، كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ، تيتسيان أيضا كمان، مخطط الأحمال، الكل بيجتهد بشكل كبير. عشان كده ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى النهارده تكون فرحه عظيمه جدا لكل جمهور مصر وايضا كمان وتحديدا جمهور النادي الاهلي. فندق الاقامه، الاجواء المعتاده كابتن ايمن، التحضيرات الخاصه، يمكن انت عارف طبعا تكون المحاضره الفنيه اخيره هنا في فندق الاقامه، الراجل بياكد على كل الامور، بياكد ايضا كمان على ان يكون في قتال النهارده على الكوره، ضغطنا يكون عالي جدا، انصاف الفرص لابد ان احنا نستغلها، كل الامور دي الحقيقه يا رب تكون وصلت لعيبه النادي الاهلي بشكل دقيق، وايضا كمان لاعبتنا يكون عندها الرغبه والحافز الكبير جدا ان شاء الله النهارده انت تقدر تحرز هدف واثنين وثلاثه. سيناريوهات الماتش يعني اكيد محدش يقدر يقولها، لكن في ثوابت في كره القدم، لكن المتغيرات كثيره جدا، يا رب المتغيرات تكون في صالحنا النهارده ويقدر لعيب النادي الاهلي يستغل كل الفرص. النتيجه هتساعدك بشكل كبير، هو يمكن شوطين، شوط اول في القاهره وشوط ايضا في كازابلانكا، ان شاء الله باذن الله نتخطى الشوط الاول هنا في القاهره بنتيجه واداء يطمئن كل جمهور النادي الاهلي، ولمباراه العوده ان شاء الله يكون لكل حدث حديث. مستمرين معاك بالتاكيد يا كابتن ايمن ومع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، ننقل كل الاجواء الخاصه بالفريق من فندق اللقاء وحتى ملعب المباراه، حضور الجماهير، كل الامور دي ان شاء الله تكون من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ودعواتك كابتن ايمن ودعوات كل جمهورنا العظيم، يا رب النهارده يكون النصر للنادي الاهلي.